السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الثالث من دروس الاوتوكاد. الوغ في هذا الفيديو غادي نبداو الديسان وغادي نبداو باول اوتي اللي عندنا هنا في لاباغ دو ديسان اللي هي لينيا. الوغ ممكن تكليكي هنا في ليني ولا هنا ديسان ليني او لا تكتب ال، اسمحوا لي، او لا تكتب ال من الكلافي تما راه عطاك لين، يعني يعني الاختصار ديالها ال، يعني حاولوا من دابا تولفوا لي راكورسي، يعني ما تبقاش انت ديما غادي جاي لهنا لابار وكتقلب على لين، صافي انت لين يعني خصك تلصق فرك بان راه ال ال اونتري، وهذا الشيء يعني كتسربي وكيسهل عليك الخدمه مستقبلا، يعني حاول تولف من دابا لي راكورسي خصوصا هادو اللي كاينين في هاد لابار دو ديسان موديفيكاسيون، يعني خصك تحاول تولفهم من دابا. الو ملي كنكليكي على ليني لاحظوا تما شنو قال لي، قال لي سبيسيفي لو برومي بوين، يعني خصني نحدد ليه النقطه الاولى. وكما شفنا في الفيديو اللي فات هضرنا بان هاد الانتيخفاص هادي بان اي نقطه في هاد الانتيخفاص عندها الاحداثيات ديالها، عندها اكس واكريك يعني الاوفصول والاكريك، يعني هاد السهم دابا انا اللي كنحرك في هذيك النقطه هادي اللي كاينه بحال علامه زائد، هذيك النقطه راه هادوك هما الاحداثيات ديالها، هذاك هو اكس ديالها وهذاك هو ايكغيك ديالها، يعني الاكس 4254 فاصل هذاك الشيء والايكغيك 1544، هادشي غتكون عارفينو، يعني هذا هو المعلم، المعلم هو عندنا لتحت عندنا اكس الاوفصول عندنا ايكغيك الفوق، هادشي راه ما غاديش ندوي عليه، هادشي غير مجرد معلومات باش تعرفوا. الو تما قال لي سبيسيفي البرومي بوان، يعني انا ملي كنكليكي على لي على ليني يعني خصني نعطيه واحد البوان، يا يعني اما كنكليكي مثلا هنا يعني من لاست سويت كنكليكي من لاست سويت نختار اي بوان، هنا كنتحرك لاحظوا معايا تما شنو عطاني تما ملي كنكليكي وكنحدد النقطة الأولى تما عندي ثلاثة ديال المعلومات، عندي الزاوية إذا لاحظتوا بأن الزاوية 30 درجة، وعندي وكتب لي عاوتاني سبيسيفي لو بوان سويفون، يعني خصني نعطيه النقطة الثانية، وعطاني تما الاحداثيات ديال النقطه الثانيه اللي هي كتبدل دابا، لاحظوا 725.8000 وداك الشيء، يعني هذوك هما الاحداثيات، يعني ثلاثه ديال المعلومات، يعني مثلا انا حددت دابا النقطه الاولى بغيت مثلا هاد الخط هذا تكون فيه مثلا 500 مثلا 500 مثلا في الطول ديالو، كنكتب غير 500 من الكلافي بحال هكا وكندير اونتري، وعاوتاني كيبقى باقي يعني الخط مستمر، يعني ممكن نكتب عاوتاني مثلا نقطه يعني الثانية الثالثة دابا الثالثة، يعني شحال 500 مثلا، وغادي ندور مثلا على اليسر وغادي نكتب عاوتاني النقطة أو المسافة يعني النقطة الرابعة 500، ونجي هنا وكنسد الشكل ديالي. ألوغ إذا كنكليكي في ليني قال لي سبيسيفي لو برومي بوان، يعني كنختارها أنا كنكليكي، ولا انا ممكن نكتبها، يعني الا بغيت نبدا مثلا من واحد البوان مثلا 10 البوان فين هي، راه غتجي هنا قريبه للاصل ديال المعلم، شفتوا النقطه 10 فين كاينه، غادي تجيكم مع هاد المربعات هذا اللي كاينين في الاوتوكاد، هذيك هي النقطه 10 حيت كتجي مع قريبه للاصل ديال المعلم. لاحظوا معايا ملي كندير ليني وكنختار صفر صفر فين غادي تجي، غادي تجي في اصل ديال المعلم، يعني الا بغيت نبدا ديسان من الاصل ديال المعلم كندير صفر صفر. الوغ كندير كنكليكي كنختار لو برومي بوان كما قلت لكم، نديرو حنايا مثلا 50 50، من بعد شنو قال لي، قال لي خصني نعطيه النقطه الثانيه، لعلاش لان الخطوط شنو هما الخطوط، هما مجموعه من النقاط يعني كنربطو بيناتهم، يعني حددنا دابا النقطة الأولى خصنا نحددو النقطة الثانية، إذا إلا بغيت نحدد النقطة الثانية بالمسافة وبالزاوية أشنو كندير، كنكتب المسافة شحال 100 وكنكليكي في طابولاسيون من الكلافي، تما راه انتقل ليا الزاوية، لاحظوا بأن راه انتقل الزاوية، يعني غادي نكتب دابا الزاوية مثلا الزاوية 25، إذا هاد الخط هذا ملي غندير أونتخي غادي يرسم ليا هاد الخط الطول ديالو 100 وبالزاوية 25، ها هو. من بعد كنطلع عاوتاني مثلا هنا الفوق غادي نكتب مثلا واحد الخط الطول ديالو مثلا 80، غادي نكليك في طابولاسيون وبالزاويه مثلا 50 وغندير اونتري، هذه هي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه مثلا غتجي بغيتها تجي هنايا الطول ديالها مثلا شحال 115 طابولاسيون الزاويه 120 اونتري، وهكذا وفي الاخر كنسد الشكل ديالي او لا فهمتي. الوغ غادي نسوبريمي هادشي، كنجي نكليكي في ليني كنكليكي في هاد البوان، حددت دابا انا النقطة الأولى، إذا لاحظتوا معايا لتحت قال لي سبيسيفي لو بوان سويفون أو أنولي ولا أنولي،
يعني غادي تحدد النقطة الثانية ولا انولي، وهذيك انولي الا لاحظتوا ديك انولي هذيك حرف او مكتوب بالزرق و او ماجوسكول، وحنا كنعرفوا بان الماجوسكول تيكون غير في اللو ديال الكلمة ماشي في الوسط. شنو المعنى ديالها؟ يعني بان يمكن نكليكي في انولي هنا ولا نكتب حرف او من الكلافي كاختصار يعني كراكورسي وندير اونتري تحيد يعني انولي. كليكي في ليني اختار لو برومي بوين، شنو عطاني تما؟ يا اما نختار النقطه الثانيه ولا ندير انولي. غادي نختار النقطه الثانيه. عاوتاني تزادت لي واحد لوبسيون لتحت سبيسيفي لو بوين سويفون او، دابا كيتي ولا انولي. ملي اختارت النقطه الثانيه عطاني كيتي ولا انولي. شوفوا معايا ملي غنختار النقطه الثالثه تزادت عاوتاني واحده اخرى، قال لي لو بوين سويفون او فيرمي كيتي انولي، وكل كلمه كيكون فيها واحد الحرف او ماجوسكول مكتوب باللون الزرق هذاك هو الغاكورسي. يعني يا اما غتكليك هنا فيهم او لا كتكتب غير داك الحرف من الكلافي اونطري، ومن الاحسن يعني كما قلت لكم راه مع المده ان شاء الله غادي تولفوا لي غاكورسي. الوغ شنو المعنى ملي كنكليكي؟ الوغ هذه هي النقطه الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه. ملي كنكليكي على انولي شنو المعنى انولي؟ يعني كترجع اللور بحال قلتي، كتمسح هذيك البوان اللي درتيها يرجع اللور. غنعاود نكليكي في انولي، ها هو رجع اللور، بقاو غير جوج ديال لي بوان. ها هو انا غنعاود نكليكي في انولي، بقات غير بوان وحده. غنكليكي في انولي كلشي تمسح، يعني بحال قلتي انولي بحال قلتي كدير كونترول زد يعني كترجع اللور. الو كليك 1 2 3 4 5. غنكليكي دابا في كيتي، الا كليكيت في كيتي يعني كنحيد الشكل ديالي، كنحيد يعني سالي صافي ديسان، كندير كيتي اولا كندير اونطري، ممكن دير كيتي اولا كدير اونطري. الو ليني 1 2 3 4، الا كليكيت دابا فيرمي ما غنكليكيش في كيتي، كيتي يعني بحال قلتي سالي بحال درت اونط، غندير اونطري مثلا ولا ايشاب ولا اسباس من الكلافي اختار اللي بغيتي. الا درت فيرمي انه كيسد ليا الشكل ديالي، يعني اخر نقطه كيسد ليا الشكل ديالي، وبس الشكل ديالك ضروري خصو يكون عندك ثلاثه ديال النقاط. اذا 1 2، ما يمكنش لي نسد الشكل ديالي في هذا الحال حيت عندي اصلا غير جوج ديال النقاط، ما يمكنش لي نسدو. ملي كندير النقطه الثالثه كيعطيني فيغمي، يعني الا درت اف اونطري اللي هو الراكورسي ديالها كيسد ليا الشكل ديالي. هادو هما هادوك لي زوبسيون ديال ليني. الو ملي كتكليكي في ليني وكتبغي ديستيني بحال هكا كما قلت لكم كيعطيك تما 3 ديال لي زانفورماسيون، عندك الزاويه وعندك سبيسيفي يعني وكتحدد ليه النقطه الثانيه. ملي كتكليكي هنا على مود اوختو هنا في التحت مود اوختو، ولا كتكليكي على اف 8 من الكلافي، انا غنكليكي على مود اوختو، يعني هنا كيمكن لك تمشي افقيا وعموديا، يعني على الزاويه 0 والزاويه 90 وعلى الزاويه 180 وعلى الزاويه عفوا وعلى الزاويه 270، يعني كتمشي بشكل عمودي ولا افقي الا بغيتي ديستيني مثلا مربع او مستطيل. الا كليكيتي على مود اوختو عاوتاني ديزاكتيفيتي هنا كتحرك بكل كل حريه انك تختار فين ما بغيتي ديستيني، كديستيني هكا عادي. ولكن الا كليكيت على مود اوختو كنديستيني افقيا او عموديا بحال هكا صافي. اذا تقريبا راه هادشي اللي عندنا في لينيا، وان شاء الله راه في الفيديو الجاي غادي نشوفو بولي ليني او لا بولي لاين بالانجلي، وغادي نتعرفوا على الفرق بيناتهم ما بين بولي لاين وبين لاين، حيت كاين فرق بيناتهم ان شاء الله. اذا الوغ نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، ما تنساوش المهم ديروا ابوني في لاشين، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.